عندنا الجهاز دوت مكون من 3 زراير، الزرار الاخضر ده بشغله بيشغل الهواء مباشره، واثناء ما احنا شغالين هنعرف ايه لازمه او ايه فائده استخدام الهواء بطريقه مستمره. الزرار الاحمر ده بيشغل لنا نظام الدوره، برضه هنعرف ايه لازمه الدوره وبتعمل ايه بالظبط. اما الزرار الاصفر ده بيبقى شغال مع الخرطومين دول، يبقى عندي خرطوم طويل وخرطوم قصير. الخرطوم الطويل ده احنا بنستخدم الخراطيم دي في حاله واحنا بنفضي السائل من جوه المكنه، يعني مش بنستخدم الكلام ده دلوقتي. احنا هنتعرف على اول مرحله بنشتغل بيها بعد ما حطينا الهيد يدفع او يتساب حتى ان شاء الله 10 دقائق في المكان بتاعه، ومأمنين ان المكان موزون وان المكنه موزونه والدنيا تمام معانا، بنحضر بقيه الحاجه بتاعتنا وبعد كده بنبتدي نشتغل نسحب. فاحنا عندنا الخرطوم ده احنا او الخرطومين دول احنا مش هنستخدمهم دلوقتي. دول فايدتهم ايه؟ ان انا بعد ما بشتغل بسحب وبخش على المرحله الثانيه او الثالثه من الشغل بتاعي، ببقى محتاج ان انا اتخلص من الميه اللي جوه الحوض. بجيب حاجه زي كده تبقى حاجه خارجيه بوصل بيها بحيث ان ده بيسحب معايا. اما بالنسبه لده فبنوصل فيه خرطوم خارجي، برضه الخرطوم اللي جاي مع الجهاز ممكن بيبقى طويل شويه، فالافضل ان احنا نقصره. الخرطوم اللي هو ده بفكه من بعضه وبدخله جوه الخرطوم اللي هو الابيض ده، وبعد كده بدخله جوه الحوض. ده لما نعوز نسحب السائل من جوه الحوض، السائل طبعا بالحبر اللي احنا هنبتدي ننزله بعد. هو هنا بيبقى فيه الموتور اللي هو بيسحب من الحوض وبعد كده يسحب يطلع على بره على الحاجه الخارجيه. الاحسن ان احنا ممكن نقصره شويه او لو حبينا نشتغل بيه كده مفيش مشاكل. وطبعا ده الافضل ان هو يشتغل ما يسحبش معايا هواء، يعني وهو شغال ابقى موجهه للحوض، بدخله بالطريقه دي كده، ببقى حاطه في الحوض ما يسحبش معايا هواء، لان هو لو سحب معايا هواء هضطر ان انا اسحب له ميه او اسحب له من السائل الموجود او اي سائل عشان يخش جوه السائل ده، يخش جوه الموتور. فبجيب الطرف اللي هو ده بدخل فيه برضو يعني حته صغيره من دي كده وابتدي اسحب بسرنجه، بس عشان ده لو ما جاش ممكن استخدم الجزء اللي هو ايه اللي في الراكه مثلا اللي هو الشبه ده احطه جواه، والطرف الثاني احط فيه السرنجه واسحب اي سائل بحيث ان هو بيعمل عمليه تحضير. ده بس اللي ممكن نعمله لو ده سحب معانا هواء كتير. طبعا ده بيتحط وضعه جوه الحوض، انا مش هلبسه برضه عشان ما نلوثش الدنيا. ده بيتحط بالمنظر ده وممكن الزقه او احط عليه اي حاجه بحيث ان هو يسحب معايا. طبعا احنا قلنا ده مش هنستخدمه دلوقتي. احنا كده نقعنا المكنه مثلا حوالي 10 دقايق ولا ربع ساعه، هنبتدي نشتغل الشغل بتاعنا كده واحده واحده. هنركب السرنجه في قلب الجزء دوت اللي هو من الخرطوم بتاع الراكه، تركب بكل سهوله معايا. بس لو ايدي ملزقه او ايدي فيها عرق او حبر او كده هتبقى صعبه شويه، فممكن امشي في ايدي. كده انا ركبت السرنجه. طبعا الافضل ان انا اركب الاربع سرنجات لكل لون سرنجه واسحب مره واحده. لما باجي اسحب المفروض ان انا بسحب جزء من السائل والجزء الثاني بيتسحب من جوه الهيد من الحبر اللي جوه الهيد. فانا لما باجي اسحب مثلا سرنجتين ثلاثه ببتدي اعوض شويه من السائل المزيد معايا. فلازم دايما تبقى عيني على الـ على الـ على المكنه وعلى الحوض، ان كل ما السائل يقل ابتدي ازود احافظ على المستوى اللي احنا حددناه ان هو يبقى فوق الجزء الاسود اللي فوق البورتات على طول. طبعا انا لو بسحب كده هو مش هيتسحب معايا، ليه؟ لان احنا السكه مقفوله، وده اللي احنا هنعرفه كمان شويه، ازاي السكه بتبقى مقفوله وايه لازمه الموتور بتاع الهواء او الدفعه بتاعت الهواء دي في فتح السكه، او لو هي مش موجوده ازاي السكه بتبقى مقفوله. هنشغل الزرار الاخضر بتاع الجهاز وهنبتدي نسحب. اول لون بنسحبه اللون الاسود، وانا بسحب واحده واحده خالص، يا اما بيطلع معايا هواء فاقع هواء، يا اما اللون بيبقى شغال معايا كويس. بسحب واحده واحده، هو بيبقى ناشف شويه بس انا ايه بطلع بيه واحده واحده. الشويه اللي من فوق دول شويه هواء صغيرين، وممكن يكون مفيش اصلا هواء كمان، اللون كويس، فانا ممكن اسحب منه مره واحده بس كمان، او اسحب منه نص المره الثانيه بحيث ابقى مامن ان مفيش هواء طالع معايا خالص.